الصبغة لها تأثير. في شروط لعمل الأشعة المقطعية أولها والقسطرة. أولها هما شرطين أساسيين. الشرط الأولاني الصبغة، دايما بنطلب إن وظائف الكلى تكون كويسة، ده اللي أنا بتكلم فيه. ولازم المريض لما بيجي يعمل أشعة مقطعية على القلب بالذات بنحتاج منه إنه يكون عامل وظائف كلى مقصود بها يوريا وكرياتينين، نعم وتكون نسبتها طبيعية أو أعلى من الطبيعي، حاجة بسيطة قوي، مش عالية، مش عالية قوي. الحاجة التانية اللي بنطلبها إن يكون ضربات القلب بتاعته متظبطة كويس، ما ينفعش يدخل ضربات قلبه 100 ولا 110، لازم لا يبقى في حدود 60 70، وده بيتظبط بالعلاج وبالمتابعة.